بوسكيت محاولة قائمة مرة أخرى، لاحظ ما الذي يفعله ساحر في المباراة. نعم هنا المرور، وهذه كرة جميلة، كرة تصل الآن لمارسيلو، خطيرة، جول. ريال مدريد يتقدم في قلب الكاب نو، بيكي بالخطأ، جيرار بيكي بالخطأ، ومارسيلو بعرضيته المثيرة الجميلة الغال عنها، بالفعل هنا هذه الكرة، هذه هديته، وهذا ما يفعله بالفعل كما يفعل بائعي الورود، يأتي بالكرات الجميلة والكرة في مكان صعب جدا، حاول إبعادها وقد سجلها في شباكه وأمامه. راؤول غونزاليس هنا كما كان يفرح لاعبا، وهذا النجم اللي قال عنه فالدانو يؤدي عمله بمتعة كبيرة كما لا منتظر ان يعطي الاضافة مع فريق نادي برشلونة. والركنيات الان وصلت الى 16 ضربة ركنية، وقد وصلت الى 12 ضربة ركنية لبرشلونة. كرة عن طريق جيرار بيكي للويس سواريز، لا زال صامد نادي ريال مدريد بالحفاظ على ثمين، وربما يريد ايضا ان يصل لزيارة ثانية للشباك، ولو فعل ذلك فانه يقترب من سوبر اسبانيا، لان لا شيء في الكاب نو قبل موقعة البرنابيو لا شك تعطي الكثير من الاضافة الكبيرة جدا للفريق الكبير ريال مدريد. وصلت الى ميسي، ممكن يسدد التألق على نافاس مرتين في الكرة الماضية، تألق كبير، تألق لافت لنافاس في مباراة هذا المساء. واحد يكون عب الآن، ولا زالت لميسي بالفعل في المكان السليم، تسديدة قوية وخلاص جزاء. هذه اللعبة طبعا لدينا الخبير التحكيمي هنا في قنوات أبو ظبي الرياضية إيتورالدي، الحكم الذي سبق وأنا ذاك العالم الكبير. هذه ضربة الجزاء اللي احتسبت، وهنا ميسي، هنا ميسي أفضل هداف في تاريخ سوبر الإسباني، 10 هدف من 15 مباراة، يبحث عن هدف رقم 13، 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في 4 مباريات، بلهم 4 مرات سجل 5 مرات، ويبحث عن هدف السادس سوبر، وطبعا هو الكل يعلم بأنه كبير هدفي الكلاسيكو ب 23 هدف، إن سجل الآن يكون هدف رقم 24، طبعا يضاعف أرقامه. لكن ضربة جزاء، ضربة جزاء للميسي، يتقدم، جول برشلونة بضربة جزاء، وتكون الأمور 1-1 ضربة جزاء. شوف فرحة البرشلوني الصغير الكبير، لأن برشلونة الآن بالفعل يتعادل ضربة جزاء بكل ثقة، طبعا يسجل ميسي ويتعادل برشلونة، وإثارة الشوط الثاني مستمرة. نعم كل الأمور الجميلة تحدث في الشوط الثاني، وهذه كرة بالفعل تنقل للأمام وحارس المرمى، وهذا يحدث الآن، وبالتالي كل مبارياتهم طبعا في السوبر تشهد الأهداف، والآن 44 هدف، وهذه كرة جميلة في المكان السليم بالفعل، وهذه محاولة خطيرة، فرصة كانت ولكن أبعدت دقائق الماضية، وهذه محاولة الآن وصلت إلى بالفعل تنقل لكريستيانو رونالدو، يتقدم وأمام بيكي، يمر زلزال في الكامب نو،
سبع درجات بمقياس رونالدو وليس بمقياس ريختر. زلزال في الكامب نو. برهو كريستيانو رونالدو مثالي، لعبة مثالية كانت لبرشلونة، ولد مرتدة مثالي هو اللي بداها، وبعد ذلك عينك على الساحر على إسكو. كريستيانو رونالدو لما مر أخذ القرار، ويا له من قرار، أخذ القرار ويا له من قرار في مقتل هذه يا كريستيانو رونالدو في مقتل. ياتي الهدف الثاني الآن، ويا له من هدف لا يصاد ولا يرد، وبالتالي كريستيانو رونالدو نعم 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 زلزال في الكامب نو. زلزال رجل المباراة في اعتقادي هو الساحر بالفعل إسكو في مباراة هذا المساء. كرة جميلة تلعب الآن، مرتدة مرتدة، السلاح الفعال، السلاح الجميل، السلاح الخطير لأسونسيو في المكان السليم. سدد أسونسيو ياتي برصاصة الرحمة، ريال يفجرها في الكامب نو بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة، يفجرها أسونسيو ويتقدم الريال. ويا لها مباراة، مباراة مثالية بكل معنى الكلمة، نعم نعم مثالية بكل معنى الكلمة، ويا لها من نهاية، ويا من قدم يسرى في غاية الروعة والدقة والجمال والإثارة. تذهب هكذا.